والآن إلى شباك الثقافة، حيث احتضنت مدينة سلا المغربية فعاليات النسخة السابعة لمهرجان نزهة الملحون، نظمته جمعية إدريس بن المأمون للبحث والإبداع في فن الملحون بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال. المهرجان يعتبر تقليدا سنويا يراهن عليه المنظمون من أجل تطوير حضور فن الملحون في الأوساط الشبابية والبحث في جوانبه التقنية والموسيقية وفتح المجال لإبداعات الشباب من خلال تنظيم لقاءات وندوات يؤطرها باحثون ومختصون. ويعتبر فن الملحون تراثا شعبيا مغربيا عرف في أوساط الحرفيين منذ عصور غابرة. وإلى جانب مهرجان سلا، تعرف المدن المغربية العتيقة تنظيم عدة ملتقيات تهتم بالملحون، تنظم داخل المعالم الأثرية كمدينة شالا وقصر البديع وغيرها. نزهة الملحون تقليد سنوي دأب عليه أهل مدينة سلا عدوة الرباط، غايته الترويح عن النفس وصون ذاكرة فن الملحون باعتباره جزءا من الهوية الثقافية المغربية. إذن فجمعية إدريس بن المأمون باحتفاليتها هذه السنوية تعود من جهة إلى الزمن الجميل، ولكن من جهة ثانية إلى العودة إلى مضامين فن الملحون المعروف بتناوله لمختلف القضايا المجتمعية والسياسية والدينية كذلك. إذن ففن الملحون هو فن تراثي أصيل، هو فن تراثي يعتمد على القول أكثر منه على اللحن، هو تراث يعبر على ذاكرة الشعب المغربي وعلى جزء كبير من ساكنة مدينة سلا. تخرج الأسر المغربية إلى الفضاءات الطبيعية المحيطة بالمدينة، يتحلقون حول مائدة الطعام في جلسة عائلية للاستمتاع بإنشاد فرق الملحون كما كان يفعل أجدادهم. احنا كشباب كنتمكنوا من اننا نحضروا في هذا المهرجان، تعرفوا على هذا الطرب الاصيل اللي في الحقيقه انا شخصيا ما كانش عندي كتربطني به حتى شي علاقه حتى ولا هذا المهرجان ديال هذه الجمعيه، وهذه فرصه في نفس الوقت انا كندوزوا ايام واوقات زوينه عائليا ومع هذا الطرب ومع هذا النزهه. شعراء وفنانون ومنشدون يحجون سنويا الى مهرجان الملحون بسلام. هدفهم واحد، الحفاظ على هذا الموروث الشعبي من الاندثار وفتح المجال لإبداعات الشباب. المشاركة الثالثة لي على توالي مع جمعية إدريس بن المأمون، وكنكون جد سعيدة الحضور بين الشيوخ ديال الملحون والجوق الوطني المتميز برئاسة الحاج محمد الوالي. وبالنسبة لي الملحون عندي في الدم بحكم أني كنتمي للعائلة ديال الموسيقى، عائلة عريقة بمدينة أسفي. بالمنتزهة كما داخل الأسوار العتيقة لمدينة شالة، يعكف المنظمون على تنظيم أمسيات لفن الملحون، أمسيات يختلف إطارها وزمن تنظيمها لكنها تتفق في حماية هذا التراث المغربي من الضياع. مهرجانات وطنية تنظم هنا وهناك تسعى إلى حماية فن الملحون من منافسة وغزو الألوان الموسيقية الجديدة وتطوير حضوره خاصة في الأوساط الشبابية حيث انشغل الكثيرون بالموسيقى العصرية. كريم القرقوري، العربي، الرباط. من الرباط أرحب بنسيم حداد باحث في التراث المغربي. مساء الخير نسيم وأهلا بك. نبدأ إذن بالذاكرة، ما أهمية الذاكرة في نقل هذا التراث الشفوي والحفاظ عليه طبعا؟
شكرا. أكيد يعني أن الذاكرة المغربية ساهمت في الحفاظ على تراث الملحون، خصوصا وأننا نتكلم عن تراث شفاهي، يعني ظل حبيس الذاكرة المغربية، ذاكرة الشيوخ والحفظة لهذا التراث التقليدي المغربي. فالآن أنا أظن يعني وجب الاتجاه نحو التوثيق الكتابي، لأن ربما الآن الذاكرة أصبحت يعني لم يعد بالإمكان يعني استيعاب كل هذه الأبيات التي جاء بها الملحون، وكل هذا التراث وهذا الكم الهائل الذي جاء به تراث الملحون. نعم، لكن نسيم، هل كانت الذاكرة وفية تماما بشكل متواصل، أم أنها أخطأت أيضا في بعض المراحل وربما لم ينقل الملحون كاملا متكاملا إلى يومنا هذا؟ يعني ربما هناك الحديث يعني عن ضياع مجموعة من الأبيات ومجموعة من القصائد، هناك أيضا خلاف بين مجموعة من الباحثين ومجموعة من الحفظة حول بعض الكلمات أو لا حول بعض الأبيات، لأن الأكيد يعني أن هناك المشكل في التدقيق يعني في نصوص الملحون. لكن يعني لحد الساعة يعني مجموعة من القصائد يعني تم حفظها في الذاكرة المغربية، في ذاكرة الشيوخ الحفظة لهذا النمط التقليدي المغربي. وأنا أظن بأنه الذاكرة المغربية كانت وفية لتراثها ولقصائدها التقليدية. نعم. وبفضل هذه الذاكرة الوفية الآن نحن يعني نتوفر على مجموعة من القصائد التقليدية لفن الملحون. نعم نسيم، كما أنها يعني نجت من تأثيرات العولمة كما يقال، كما هو حال فنون تراثية أخرى، يعني هناك فنون تراثية أخرى لم تستطع أن تنجو من هذه التأثيرات، كيف لها هذا المصير؟ لماذا نجت؟ أنا أظن بأنه قوة الكلمة وقوة حضور الملحون، لأننا عندما نتكلم عن تراث الملحون نتكلم عن أدب غنائي أدب شعري وأدب غنائي تقليدي يعني ضارب في التاريخ، له مجموعة من المقومات، له مجموعة من الهياكل والقوالب التي من الصعب يعني أن تتأثر بالموجات يعني التي تأتي من سواء من الشرق أو من الغرب. والأكيد يعني أنه لا ننسى يعني الدور ديال الجمعيات والمجتمع المدني وكذلك أيضا أكاديمية المملكة الوزارة الوصية في الحفاظ على هذا التراث يعني من أن يتأثر بالعولمة. فأظن بأن الملحون قد نجا من تأثير العولمة، والآن يعني أظن بأن الملحون بأيدي أمينة في المغرب. هل الأيادي الأمينة، يعني هل تعني هذه الجملة أن الملحون غير قابل لأن يتطور، لأن يتجدد، لأن تدخل إليه عناصر خليني أقول ربما شبابية جديدة تناسب هذا العصر المتغير الذي نعيشه؟ الأكيد يعني أن التراث يعني قابل للتغيير وقابل للتطوير، والدليل وهو أنه يعني على مر العصور إذا ما تفحصنا القصائد والكلمات المستعملة في القصائد نجد أنها يعني تقبل التغيير وتقبل يعني تساير العصر. الأكيد يعني أننا عندما نتحدث عن تطوير التراث نتحدث عن ضرورة الاحترام القوالب والهياكل التي تؤتت هذا التراث، ولكن هذا لا يعني بأنه من الممكن أن نطور يعني في طريقة الأداء يعني في ربما الآلات المستعملة، وهناك مجموعة من المحاولات في هذا الإطار، لكن دون المساس بالهوية التقليدية للملحون. نعم نسيم، يقال أن الملحون ساهم في بناء وتشكيل الشخصية المغربية، كيف ذلك؟
عندما نتحدث يعني عن تراث شعبي، نحن نتحدث عن ممارسة فنية من داخل المجتمع المغربي، يعني أنها كانت تساير الشخصية المغربية، ودائما ما تتحدث عن ما يخالج نفوس المغاربة، فبالتأكيد كان لها تأثير كبير على النفوس المغاربة، خصوصا عندما نتحدث يعني عن الأغراض الشعرية لهذا الملحون، نجد توسل، نجد الغزال، نجد مجموعة من القيم والمزايا التي تحملها القصائد الملحونية، فالأكيد كان لها تأثير كبير على الشخصية المغربية، وأثثت الشخصية المغربية وأعطتنا نموذجا شعريا متفردا يختص به المغرب ويختص به الشاعر والزجال المغربي. نعم نسيم، نتمنى أيضا أنه يكون فعلا الملحون اليوم في طريقه إلى اليونسكو كما تحدثتم ويعني صرحتم أنه في وقت قريب ربما يدرج على قائمة التراث اللامادي. قبل الختام، هل لك أن تسمعنا شيئا ما؟ أكيد سأقدم سرابة من تراث الملحون، أتمنى أن تنال الإعجاب. أسيدي فصل الربيع قبل والوقت زيان، وعلامات الخير للورابانو، جات زمان وضحك تغرس الوان، والنكدة تفاجأ وزالت حزانو، بطايح الزهر على كل الوان، تسبي من راها بشوفت عيانو، والارض زي حورية من رضوان، معها صاب سرور سلوانو. الله يا نسيم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذا الصوت العذب، شكرا جزيلا لك.